بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. الابناء الاعزاء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الازهرية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من البرامج التعليمية الازهرية التي نعرض فيها علم الحديث. داعين الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم التوفيق والسداد اللهم امين ابنائي وبناتي حديث اليوم حديث في غايه الاهميه لانه يبين لنا ثواب صيام يوم في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا الصيام الذي جعله الله سبحانه وتعالى له وهو سبحانه يجزي به هيا بنا ابنائي وبناتي لنرى حديث اليوم الحديث السابع والعشرون ثواب من صام يوما في سبيل الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا الصيام الذي هو في اللغه الامساك وفي الشرع الامساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النيه هذا الصيام على نوعين اثنين ابنائي وبناتي اما ان يكون صيام فريضه كصيام رمضان مثلا او صيام نذر اوجبه الانسان على نفسه فهو من باب الفريضه ايضا صيام الواجب او صيام كفاره اما النوع الثاني هو صيام النافله والسنه نوعين اثنين اما ان يكون الصوم واجبا واما ان يكون تطوعا وسنه لله رب العالمين الصيام الواجب لا شان لنا به الان لانه سينفذ سينفذ سواء اقبل الانسان ام رفض فهو واجب عليه انما الحديث اليوم عن صيام النافله وصيام التطوع لوجه الله رب العالمين من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا يوما واحدا لوجه الله رب العالمين يبعد الله بين الصائم هذا شريطه الاخلاص في صيامه بينه وبين جهنم والعياذ بالله سبعين سنه ارايتم على عمل بسيط يعطي الله جزاء كبيرا فالله تعالى صاحب الكرم صاحب الجود صاحب العطاء يعطي عطاء لا يتوقعه الانسان ابدا جل جلاله يتمنى الخير للخلق جميعا كما سنرى شرحا وبيانا اوضح خلال حلقتنا هذه هيا بنا ابنائي وبناتي نرى مفردات هذا الحديث معاني المفردات في سبيل الله وركزوا جيدا عن معنى كلمه في سبيل الله يقصد بها الجهاد او ابتغاء وجه الله بعد الله وجهه وفي روايه اخرى باعد الله وجهه والمراد ذاته كلها خريفًا الخريف أحد فصول السنة الأربعة والمراد هنا السنة كاملة أي سنة الشرح والبيان وفيه نتحدث عما يلي: أولًا فضيلة الصوم في سبيل الله ثانيا بيان الجواب على اختلاف الروايات في هذا الحديث ثالثا ما يرشد اليه الحديث ولنبدا اولا ابنائي وبناتي بالنقطه الاولى فضيله الصوم في سبيل الله يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الى فضيله الصوم في سبيل الله سواء كان في وقت الجهاد او في غيره من المواطن وان جزاء الصائم المخلص ان الله يباعل بينه وبين النار مسافه شاسعه قال الامام النووي في هذا الحديث بيان فضيله الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه ومعناه المباعده عن النار والمعافاه منها لعل سائلا ابنائي وبناتي يسال ااصوم وانا اجاهد في سبيل الله يقول الامام النووي الافضليه هنا محموله على الصيام حال الجهاد بشرط الا يضيع حقا عهد له ولا مهمه طلبت منه لماذا لان المجاهد يحتاج الى قوه بنيانه كامله حتى يستطيع ان يحارب الاعداء حتى يستطيع ان يراوغ ويجري هنا ويجري هناك ويصول ويجول في ارض المعركه ولا يتاتى ذلك الا بقوه بنيانه الذي لا تكون كامله الا بالفطر ولكن ان احس انه مع صيامه سيكون بكامل لياقته البدنيه ولن يقصر في امر جهاده ولن يضيع امرا وكل اليه فالافضليه هنا محموله على ذلك وها هم المسلمون الاوائل في بدر كانوا صياما وفي العصر الحديث جيشنا كان في السادس من اكتوبر صياما فاذا بالصوم يجدد عزيمتهم ويحول ضعف الجسم الى قوه لأنهم لا يفكرون في طعام وإنما يفكرون في نصر ولذا كان النصر حليفا للمسلمون الأوائل ولجيشنا في العصر الحديث هيا بنا أبنائي وبناتي نستكمل شرح حديثنا الشريف ثانيا بيان الجواب على اختلاف الروايات في هذا الحديث تعددت الروايات في بيان العدد المترتب على الثواب فورد في هذا الحديث بلفظ بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ركزوا جيدا سبعين العدد هنا سبعين خريفا وفي روايه ابي يعلى في حديث معاذ ابن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله متطوعا في غير رمضان بعد من النار مئة عام سير المضمر المجيد ركزوا العدد هنا مئة عام سير المضمر المجيد طب من المضمر المجيد هذا أي الذي يضمر خيله لغزو أو سباق وما معنى تضمير الخيل معناه المواظبة على علفها حتى تسمن ثم لا تعلف بعد ذلك إلا قوتا لتخف يعني لا يطعمها إلا مقدار ما يقوتها حتى يخف وزنها بعد السمن وبذلك تكون قوية رشيقة تجري بسرعة هنا وهناك وأما عن معنى كلمة المجيد أي صاحب الجياد الرجل الذي عنده خيول والمعنى أن الله يباعد بينه وبين النار مسافة مئة سنة تقطعها الخيل المضمره الجياد ركضا هذه روايه ثالثه وفي روايه الطبراني عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله بينه وبين النار خندقا يعني الذي يصوم يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض وهذه ابنائي وبناتي روايه رابعه وفي روايه من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تباعدت منه جهنم مسيره خمسمائة عام روايات عديدة أبنائي وبناتي فرواية تذكر أن الله سبحانه وتعالى يبعد بينه وبين جهنم سبعين خريفا ورواية أخرى مئة عام ورواية ثالثة خمسمائة عام ورابعه جعل الله بينه وبين النار خندقا مثل ما بين السماوات والارض هذا استشكال على تعدد المده وهل هو متعلق ايضا بتعدد الجزاء ام لا والاجابه عن ذلك كما سوف نرى ميسوره وسهله ولكن اريد ان انوه والفت انظاركم جميعا ان اختلاف هذه الروايات مؤيد ومؤازر لبعضه البعض وما كان التعدد الا لعظم الاجر والثواب من الله عز وجل اتدرون لماذا ابنائي وبناتي لان الصائم قال له الله الصوم لي وانا اجزي به الصوم لي تحتمل شقين الصوم لي اي لا يصوم الا انا فالله جل جلاله تنزه عن الطعام وعن الشراب ولان الصفه الصمدانيه اي الذي لا ياكل ولا يشرب فكان العبد الصائم تلبس بصفه من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفه الصمدانيه فالصوم لي اي انا لا اطعم والعبد يتشبه بصفه من صفات ربه جل جلاله هذا معنى والمعنى الاخر ان الصوم لي بمعنى جزاء الصوم لي وتفسره روايه الحديث الذي تكملته تقول: يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل الصوم لي وانا اجزي به. هيا بنا ابنائي وبناتي لنرد على الاستشكال الذي ذكر عده روايات تعدد المسافه، هيا بنا لنرد عليهم. اقول: واستشكل بعض العلماء اختلاف هذه الروايات في العدد المترتب على الثواب. واجيب عن هذا الاختلاف بعدة اجوبه. الجواب الاول ان المعول والمعتمد عليه هي روايه سبعين خريفا. لماذا ابنائي وبناتي؟ فهي متفق عليها والذي ورد في الصحيح أولى هذا هو الرد الأول الرد الثاني أن الله تعالى أعلم نبيه بالأدنى والأقل يعني بدأ بالعدد الأدنى والأقل ثم أعلمه بالأكثر شيئا فشيئا على سبيل التدريج الرد الثالث ان ذلك بحسب اختلاف الاحوال بالنسبه للصائمين كما في كمال الصوم ونقصانه ما رايكم ابنائي وبناتي رددنا بثلاثه اجوبه الرد الاول ان المعول عليه والمعتمد عند الفقهاء الروايه التي وردت واتفق عليها وما اتفق عليه في الصحيح اولى في الاخذ والعطاء من غيره والروايه التي وردت في الصحيحين هي روايه سبعين خريفا هذه واحده اما الرد الثاني ان الله سبحانه وتعالى بدا باخبار واعلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالادنى والاقل ثم بدا يتدرج به على سبيل التدريج فاعلمه السبعين ثم الماء ثم الخمسمائه ثم ما بين السماء والارض هذا تدريج وعاده التشريع والاعلام من الله سبحانه وتعالى انما يتدرج بنا فكذلك تدرج الله سبحانه وتعالى مع نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد واعلمه بالادنى ثم تدرج به الى الاكبر في العدد اما الرد الثالث ان اختلاف المنزله يختلف باختلاف حال الصائمين مقدار الاخلاص في الصيام يختلف من انسان لاخر لان هناك صوم العوام وهو من يصوم لشهوتي البطن والفرج وفقط ولا يجد اثما من ان يغتاب هذا ويفعل كذا ويفعل كذا فهذا يسمى صوم العوام وهناك صوم الخواص الذين يصومون عن شهواتهم وتصوم معهم جوارحهم وهناك صوم خواص الخواص هذه المنزله الرفيعه العالية التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى عنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فاختلاف المدة باختلاف حال الصائمين في مقدار الاخلاص والقرب والتوجه الى الله سبحانه وتعالى هيا بنا ابنائي وبناتي نستكمل شرحنا لهذا الحديث الشريف. رابعا ما يرشد اليه الحديث فضل من صام يوما في سبيل الله ان الثواب عام يشمل الصائم المجاهد وغيره عظم ثواب الجهاد في سبيل الله بيان فضل الله ورحمته لعباده الطائعين. الله عز وجل، أبنائي وبناتي، يفتح أبواب الرحمة وأبواب العطاء بغير حساب وإلا ما جعل الصيام له سبحانه وتعالى خاصة اذا كان الصائم الطائع المخلص مخلص تمام الاخلاص في صيامه لا يصوم لاجل ان يقول عنه الناس انه طائع وانما يصوم صوما صادقا صوم بطن وصوم جوارح بل جسده كله حال صيامه قربه لله رب العالمين خاصه اذا كان مجاهدا فهو يجاهد من اجل اعلاء كلمه الله ويحمل روحه على كفه مضحيا بها في ايه لحظه ورغم ذلك كله هو صائم ما اجمل هذا السلوك ما اجمل الاقبال على الله سبحانه وتعالى بنفس سمحه راضيه لا يريد هذا الصائم سوى الجزاء الاوفى من الله رب العالمين فهو يصبر على الجهاد وهو يصبر على الصيام لانه يعلم ان الله عز وجل يوفي الصابرين اجرهم بغير حساب هذه ابواب خير مفتحه حتى نحصل الدرجات على صيام يوم طاعة لله رب العالمين من غير صيام الفريضة أيا كان هذا اليوم فلا شك أن الله عز وجل يباعد بين الصائم وبين النار مسافات كبيرة سواء أكانت سبعين خريفا أو مئة عام أو خمسمائة عام أو ما بين السماوات والأرض المحصلة أن الله يبعد بينه وبين النار وما أحوجنا وإياكم أن يبعد الله عز وجل بيننا وبين النار اللهم آمين. بذلك أبنائي وبناتي نكون قد انتهينا من فقرات شرح هذا الحديث ولم يتبقى لنا سوى أن نقيس ونقيم ونقوم مقدار ما حصلناه واعددت لكم طائفه من الاسئله التقويميه هيا بنا لنرى هذه الاسئله اذكر معاني الكلمات الاتيه في سبيل الله خريفا لعلكم تذكرون ابنائي وبناتي ان معنى كلمه في سبيل الله اي الجهاد او ابتغاء وجه الله تعالى واما عن معنى كلمه خريفا الخريف احد فصول السنه ولكن المراد هنا السنه كامله ومعنى خريفا اي سنه كيف تجيب عن استشكال بعض العلماء لاختلاف الفاظ الحديث؟ لعلكم تذكرون ذلك جيدا، قلنا: تعددت الروايات في بيان العدد المترتب على الثواب فورد في هذا الحديث بلفظ: بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. وفي روايه ابي يعلى في حديث معاذ بن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله متطوعا في غير رمضان بعد من النار مئة عام سير المضمر المجيد وفي رواية الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض وفي رواية من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تباعدت منه جهنم مسيره خمسمائه عام الرد على هذه الاستشكالات كلها نجيب بعده اجوبه الاول ان المعول والمعتمد عليه هي روايه سبعين خريفا فهي متفق عليها والذي ورد في الصحيح اولى والثاني أن الله أعلم نبيه بالأدنى والأقل ثم أعلمه بالأكثر شيئا فشيئا على سبيل التدريج والثالث أن ذلك بحسب اختلاف أحوال الصائمين كما في كمال الصوم ونقصانه سؤال آخر أبنائي وبناتي هل الصيام المراد في الحديث هو ما يكون في الجهاد أم لا؟ وضح ذلك نقول ما قاله الامام النووي في هذا الحديث بيان فضيله الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه ومعناه المباعده عن النار والمعافاه منها اذكر اهم ما يرشد اليه الحديث قلنا فضل من صام يوما في سبيل الله ان الثواب عام يشمل الصائم المجاهد وغيره عظم ثواب الجهاد في سبيل الله بيان فضل الله ورحمته لعباده الطائعين بذلك ابنائي وبناتي اكون قد طوفت بكم حول هذا الحديث المبارك وراينا بعض مفرداته وذكرنا بعض الاستشكالات من تعدد الروايات واختلاف المده والازمان وذكرنا ثلاثه ردود مقنعه عليها وراينا ايضا عظيم فضل الله سبحانه وتعالى فهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ابنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهاده الثانويه الازهريه سعدت بكم في حلقتي هذه وادعو الله سبحانه وتعالى لكم بدوام النجاح والتوفيق وان تحصلون على اعلى الدرجات ان شاء الله الى ان نلتقي في حلقه قريبه قادمه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته